أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من قضايا وبموسم جديد كمان نتمنى لكم لألو في الخير والبركة للجميع. وكأنه لا يكفي الأهل غلاء الأقساط المدرسية وانعدام فرص العمل وغلاء الأسعار الحاصل بدءا من الدواء والأكل والكساء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء وباقي الخدمات، حتى تضاف إلى كل هذه الهموم هم ارتفاع أسعار الكتب أولا وثقل الحقيبة المدرسية ثانيا. وإذا كان رب العائلة لا يبخل بالغالي والنفيس لتعليم أولاده، مع أنه بالمستقبل هن مشاريع هجرة، إلا أن المشكلة، كل المشكلة، هي في ثقل وزن الحقيبة المدرسية وما تسببه من أضرار، تبدأ بالتواء العمود الفقري عند الولد ولا نعرف أين تنتهي. كل دول العالم المتحضر وجدت الحل، حتى أن بعض الدول استغنت عن الكتب بوسائل التواصل الحديثة والمتطورة، إلا في لبنان فما زالت الحقيبة بمثابة القصاص اليومي للولد الذي يرزح تحت ثقلها ولا من يسأل. معنا اليوم الدكتور إلي صقر، الاختصاصي في العلاج الفيزيائي وإعادة تأهيل أمراض الجهاز العصبي والدماغ، لنتحدث معه عن الأمراض الناتجة عن ثقل وزن الحقيبة المدرسية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا فيك. بدنا نسألك سؤال هيك تقليدي، شو التأثير السلبي لثقل وزن الحقيبة المدرسية على الولد؟ هي تقل الحقيبة المدرسية مرتبط مباشرة بقدرة الطفل على أو الولد على أنه يحمل وزن معين، وقديه نسبة وزن هالشنطة نسبة لوزنه هو. دونك في علاقة مباشرة بين وزن الشنطة ووزن الشخص اللي عم يحملها. مشان هيك بنشوف انه شنط بلبنان عادة الحقائب المدرسية عم بيكون وزنها بيوصل لحدود 20 لـ25% من وزن الولد. نعم. هو ده لازم يكون اساسا؟ لازم يكون ماكسيموم بحدود 15% من وزنه. نعم. واكيد بنشوف انه الاطفال الصغار يلي هن بصفوف صغيرة بيبقى وزنهم خفيف، عم بيحملوا شنط تقيلة عم تطلع مرات أكثر من 30% من وزنه. وهيدا بيأثر مباشرة على العمود الفقري، وممكن يأثر عليهم ويعمل لهم مشاكل فيه، من الالتواء لأوجاع بالظهر أو أوجاع بأسفل الظهر، وحتى ممكن يعمل أوجاع بركبهم بالركب. لانه هن وحاملين هالوزن عم يطلعوا الدرج، كمان رح يكونوا عم بيحملوا اجريهم تقل اكثر، ورح يكون في يعني مثل ما بيقولوا تاثيرات سلبيه على ركبهم وعلى اجريهم. حكيم، كيف ممكن الاهل يتعرفوا على الامراض الناتجه عن ثقل الحقيبه المدرسيه؟ يعني يشخصوا انه ولدهم مصاب بآثار سلبية منها؟ المفروض كل فترة الأهل يفحصوا فحص صغير لأولادهم، ورح أشرحه بمختصر. يطلبوا من الولد أنه أو ينطروا وقت الولد يكون منه لابس من بالمنطقة اللي هي العلوية، يعني يشلحوه من ميلة فوق من ظهره ويحطوا الإجرين باراليل على بعض، ويطلبوا من الولد انه ينحني لقدام، وبيشوفوا بيطلعوا اذا في بين عندهم بوس او بين مثل حردبه صغيره بميله اكثر من ميله. وممكن مرات اذا الولد عاده بيكون ضعيف باغلبيه الاوقات، بنشوف اذا العمود الفقري عم بيرايح لميله اكثر من الثاني. مفروض بس ينزل بهالوضعيه هيدي يكون العمود الفقري جالس. نعم. اذا كان رايح على اليمين او على الشمال او عند رفش الكتف بين انه في منطقه اعلى من الثانيه،
معناتها هون لازم نحن ناخده لعند الطبيب المختص اللي هو طبيب العظم أو عند معالج فيزيائي ليعطيهم النصائح اللي لازم تنعمل ونشوف شو المشكلة. دكتور، بيعانوا الأطفال من الديسك مثل الكبار؟ بصير معهم ديسك يعني؟ النسبة كتير قليلة، إنما في دراسة صارت بفرنسا من يعني بلكي بنحكي عنها شوي لأنه كتير نعم. مهمة، بتقول إنه الأشخاص يلي عندهم مشاكل بظهرهم ديسك وأوجاع ظهر والتواء بالعمود الفقري وقتها بيصيروا ناضجين. 70% من هالأشخاص اللي عندهم مشاكل أساس مشكلتهم هي أو شنطة تقيلة أو وضعية غلط، يعني بوستور غلط كانوا ياخدوها هن وصغار، إن كان هن وعم بي عم بيدرسوا قاعدين بطريقة غلط، أو إن كان هن بحياتهم اليومية بيقعدوا أو بيتصرفوا أو بيمشوا بطريقة غلط. وهلأ كتير رح نشوفها بعتقد أكتر مع كل هالتقنيات اللي عنا إياها والتابلت والتليفونات والوضعية الغلط يلي بيلقطوا التليفون أو التابلت وبيقعدوا أو اللابتوب وبينحنوا لقدام، كمان رح تسبب لنا مشاكل. دونك من أصل هالأشخاص يلي هن عندهم مشاكل وقتها بيصيروا ناضجين بظهرهم، في عنا 70% مشاكلهم ناتجة عن وضعية غلط بعمر المراهقة وعمر الطفولة، و30% هن ناتجين عن مشاكل طبيعية أو عن وراثة، خاصة عم نحكي عن الالتواء بالعمود الفقري. بأي سن تقريبا الولد ممكن عظمه هيك ما يتحمل أو تبين عليها العوارض؟ يعني أي عمر أكثر شيء هو العمر الخطر اللي ممكن تبين فيه عوارض الوزن الزايد؟ ببين عادة بأكثر الأوقات بعمر المراهقة، وقتها يعني بيكون النمو شوي صار أسرع، بنشوف إنه يعني كل ما كبر كل ما ببين أكثر أو هو صغير؟ لا لا، نحن عم نحكي بعمر معين يلي هو الفترة يلي بينمى فيها بسرعة، يعني أي يعني عمر بعمر بلكي 12 أو 13 14، هالفترة يلي بيطول فيها الشخص بسرعة، هون بتبين إذا كان في عنا التواء وبيبين بسرعة أكتر، وبيكون بعده كمان لما يصير ناضج ويصير جسمه مكتمل ما بقى في عنا كتير مشكلة وما بقى في عنا خوف على الموضوع لأنه بيكون صار قادر يتحمل هالأمور. بس وقت يكون بعده جسمه بيطور النمو والعمود الفقري بعده بده ينمى وبده يكبر، بيكون عنا خوف من هالمشكلة. زادت حكيم حالات التواء العمود الفقري واوجاع الظهر عند الاولاد؟ يعني انتم اكيد عم تعينوا اولاد، عم بيجوا اهل لعندكم، عم تروحوا على مدارس، عم تحسوا انه هالحالات هيدي زادت عن ايام زمان؟ نحن بصراحه بلبنان ما في دراسه بعد بتبين هالموضوع، انما من خلال شغلنا وتواصلنا مع العالم عم نشوف انه في حالات عم بتكون موجوده، ما فينا نقول اذا اكثر او اقل، بس عم بيكون في أشخاص عم بيجوا يراجعونا بهذا الموضوع وكلهم بعمر المراهقة عم بيكون في عندهم أوجاع، وبس نسألهم كيف بيحملوا الشنطة، كيف قد ايه وزن الشنطة، لأنه كمان إذا بدك بنحكي أستاذ عن موضوع كيف طريقة اللي بيحملوا فيها الشنطة كيف وكيف الطريقة؟ الشنطة لازم يحملوها على الكتفين، ما لازم تنحمل أبدا على كتف واحد، يعني هيدا المفروض كل الأهل ينبهوا أولادهم عليها. في منهم إيه بيحملوها على كتفهم وبيمشوا؟ بده ينحمل على الكتفين. على الكتفين. طريقة انتقاء الحقيبة الشنطة بده كمان يكون مدروسة. يعني ما يسترخصوا مثلا ويجيبوا حيلا حقيبة أو يمكن ما لها علاقة بالرخص أو هيدا، بس لها علاقة بالنوعية الجيدة. يعني شو لازم يفتشوا دكتور إذا هيك بدنا نبسط القصة؟ رح نفندهم هيك ونخبر. نعم. شوي عن الموضوع. الشنطة بالأول لازم تكون مقسمة لثلاث أقسام، ما يكون فيها سحاب واحد، لنقدر نحط الكتب اللي تقيلة قريبة للظهر ونخلي الخفاف للمنطقة اللي أبعد، ولازم تكون الشنطة الربطات او اللقطات يلي هن بنحملهم، المسكات يعني يلي بنحملهم، يكونوا عراض
بعرض كافي لما ينأذي الكتف. وقتها بيحملوا الشنطة لأولادنا لازم ننبههم إنه يشدوها على ظهرهم الماكسيموم، يشدوها على الأخير على الظهر. بنشوف كتير من تلاميذ المدارس بيحملوا الشنطة وبيتركوها مرخية على الأخير. نعم. المفروض ما تنزل الشنطة عن مستوى كعب الظهر وأعلى منطقة بالحوض، نعم. يعني المنطقة اللي هي بين الظهر والحوض ما المفروض تنزل الشنطة عنها، نعم. بتتقل أكثر، بتصير تأذي. تتقل أكثر وبتأذي له الظهر، لأنه كل ما تنزل أكثر كل ما بده يشد لقدام ليقدر يحملها. المفروض إنه يشد اللقطات من هون مظبوط لتقرب على ظهره ليخف وزنها، أو يكون عم بيحمل الوزن اللي هو مظبوط فيها هي. هودي ضروريات. بعدين كمان هون في بهذا الموضوع في مسؤولية على المدارس، في مسؤولية على الأهل، وفي مسؤولية على التلميذ كمان كيف يقدر يخفف وزن الحقيبة المدرسية. رح نترك المدارس للآخر، خلينا نحكي بالأهل. مثل بينقوا الشنطة الخفيفة، ما يروحوا ينقوا شنطة تقيلة، هي أول شيء. الشنطة هلا رح يتفاجئوا يمكن، بس الشنطة يلي إلها دوليب دوليب منا جيدة أبدا، وممكن تأذي، لأنه الطفل وقتها أو الولد وقتها بيلقط الشنطة وبيجرها وراه، عم بيحط تقل على منطقة على نصف الجسم، ما عم بيحط التقل على كل الجسم، ورح يكون في عنده مشكلة بعدين بهذا الموضوع، لأنه رح يصير في عنده أوجاع بكتفه أو أوجاع بظهره، لأنه العمود الفقري بارم على ميلي أكثر من الثاني. بقى غير مستحبة، وبدراسة أجريت بفرنسا من قبل وزارة الصحة الفرنسية ما بيحبزوا أبدا وما بيشجعوا أبدا أنه يكون في شنطة إلى دوليب. كيف بتعالجوا أنتو؟ كيف بيتم العلاج بالحالات الناتجة عن الوزن الزايد للحقيبة؟ خلينا بهيدا الحالة الوقاية هي أهم علاج فعلا بهالحالة. الوقاية كيف نقدر نفسر لأولادنا يخففوا وزن الحقيبة المدرسية. يخففوا وزنها بتعرف كل يعني هون بتقصد انه عن دور المدرسة والأهل نعم والتلاميذ. نعم رح نرجع على هذا الموضوع، بس رح نرجع نحكي عن طريقة العلاج بحال صار عندنا التواء بالعمود الفقري. بس قبل ما نوصل لهون ضروري كتير ان نشرح لأولادنا كيف يقدروا يفضوا شنطتهم بصفهم بالخزانة المخصصة، ويجيبوا بس الكتب يلي هن بحاجة لها. كمان المدرسة لها دور ان كل مادة، نعرف انه بيبقى في كتاب 120 صفحة او 130 صفحة، اذا توصل المدرسة لمرحلة انها تقدر تقسم هيدا الكتاب لثلاث اجزاء، او دور النشر فيهم يعملوا هالشيء اكيد بالاتفاق مع دور النشر، انه يقدروا يقسموها لثلاث اجزاء، مثل ما بيكونوا طمقاتهم الجزء الاول والجزء الثاني، بيكون الجزء الاول لاول شهرين ثلاثة من المدرسة، الجزء الثاني الى اخره. بيكون في عندهم هالكتاب مقسم لثلاث اقسام، في اثنين بتخف الشنطة الثلث، بتخف الثلث. اضافة لذلك الدفاتر يلي بيكونوا عم بيستعملوها لكل مادة، فينا في دفتر بيكون هو دفتر للفروض ودفتر تاني مثل دفتر خرطوش أو بريون، إذا فينا نجمعهم بدفتر واحد صغير وكل ما يخلص نعطيه دفتر تاني للطالب بيكون أفضل. نعم. وإذا ممكن نقسم الدفتر لقسمين ويكون كل قسم منهم لمادة معينة. هلا افضل شيء ممكن بهذا الموضوع انه يستعمل الطفل عنا او الولد الطالب يستعمل كلاسور، يكون عنده اثنين كلاسور، واحد بالبيت واحد معه، مقسم لعده اقسام، كل قسم هو لماده معينه، وكل ما كل اسبوع بفضي الكلاسور اللي عنده اياه بحطه بالكلاسور اللي بالبيت، وبيرجع بيعبي هالكلاسور بورق بيض وبياخده معه على المدرسه. هون بنكون خففنا للمينيموم وزن الشنطة. هيدي كتير ضرورية، لأنه ما عنا إمكانية نوصل لأكترية المدارس عنا يكون بيلاقوا صعوبة ليغيروا المنهج ويستعملوا التابلت ويستعملوا
الاي بوك او الكتب يلي هي على التابلت او الالكترونيك بوكس. في مدارس بعد بدها وقت، او في مدارس بتستعملها يمكن بلبنان، وفي مدارس كتير ما بتستعملها. هن للأسف المدارس بالهم يمكن بزيادة الأقساط أكثر ما بالهم إنه يشوفوا شو ممكن يريح أولادنا، لأنه فعلا هيدي مشكلة مستعصية. إنه الشنطة مثل ما أنك عم تقول، يعني منشوف أولاد حاملينها حرام ما عم بيقدروا يمشوا، صحيح. وهيدي وبيحطوا لك هالدراج العالي، يعني أوقات بيحطوا الصفوف الصغيرة فوق والصفوف الكبيرة تحت وبيطلعون على هالدرج، ما في صحيح مصعد صحيح. ما في شيء. وهي قضية كتير مهمة هيدي النقطة. بفرنسا رفعوها لمستوى مشكلة بالصحة العامة، سانتي بوبليك، يعني اعتبروها بروبليم بالسانتي بوبليك، بالصحة العامة، لأنه عم تأذي كتير، عم تعمل أوجاع ظهر، عم تعمل مشاكل بالظهر، عم بتكلف الدولة مليارات من اليوروز ليقدروا يعالجوا أو يحكموا هالأطفال أو هالطلاب يلي بيصير عندهم مشاكل. في عندي ست اسمها زينة منصور، بتسأل انه ابنها بيعمل رياضة، بيلعب باسكت، عمره تقريبا شي 13 سنة، بلش يصير عنده اوجاع بإجراء كل ما يعمل كل ما يتمرن. قالوا له الحكمة انه هيدا ناتج عن النمو، قصة امراض النمو. بتمنعه عن الرياضة، شو ممكن انه يعمل؟ عادة مثل ما كنا عم نحكي انه الشباب بعمر المراهقة بيطولوا بسرعة، وفي اجسام بتطول بسرعة، في اجسام بتطول بشكل طبيعي. الاشخاص اللي بيطولوا بسرعة بيصير في عندهم اوجاع باجريهم عادة، او مرات بتكون الوجع بظهرهم، او بيصير في عندهم التواء بالظهر. هون ضروري انه يشوفوا معالج فيزيائي يعطيه تمارين او يعطيه العلاج اللي لازم تيخفف له الوجع، لانه هون رح احكيها بطريقه مبسطه انه العظم نمي اسرع من العضل، مشان هيك بصير في عندنا شويه اوجاع، والعضل ما بيكون جاهز ليحمل هال تقل الجسم ونمو الجسم السريع. المفروض انه يتابع من طبيب او من معالج فيزيائي كرمال يواكبه ويخفف له الوجع ويقول له شو لازم يعمل بالرياضة اللي عم هي بيمارسها. عم تسأل انه فيه هو بيلعب باسكت بيتمرن، في يستمر في فيها؟ يستمر بالرياضة، بس بده يكون متابع من قبل معالج فيزيائي على فترة معينة، بعدين بيرجع بيكمل. يعني ممكن يعملوا جلسات تدليك او شيء، او العلاج الفيزيائي منه تدليك 100%، بس في طرق علاج بتنعمل كرمال نقوي له العضل تيقدر يتحمل الوزن اللي زاد بسرعة من وراء النمو السريع اللي عنده. اجمالا بتعطوا ادويه انتم بهيك حالات حكيم، نحن او مقويات او شيء مثلا؟ نحن بصراحة كمعالجين فيزيائيين ما بنوصف أدوية، يعني نحن غير مؤهلين فيتامينات او شيء يعني؟ فيتامينات ممكن، بس نحن بنعطي التمارين اللي لازمة، بنستعمل مكانات معينة موجودة عندنا لنساعد هالحالات لنقوي العضل او لنخفف الوجع او لنساعده يتخطى المشكله اللي عنده اياها. عندي سؤال تاني كمان من جويس بركات، تسأل انه القعدة الطويلة على بعض الألعاب بالبلاي ستيشن اللي دارجة بهالأيام، شو الآثار السلبية لها وكيف لازم يقعدوا وقديه الوقت المسموح انه يقعدوا فيه؟ يعني هيدي مشكلة بحد ذاتها، هيدي مشكلة بحد ذاتها. ما بدنا كمان يعني الأهل يكونوا كتير صارمين بهذا الموضوع، بس بنفس الوقت بدو يعرفوا ضررها. أكيد رح يكون في مشكلة بالبوستور، يعني بالوضعية اللي نحن كلنا بنوقف بنقعد جالسين بنوقف جالسين. الشخص اللي بيقعد على فترة طويلة عم بي على بلاي ستيشن، البلاي ستيشن او هو السؤال عن البلاي او ستيشن. التابلتس او هودي، عم بيقعد وعم بيرخي حاله على الاخر، العمود الفقري عم بيرخي على الاخر، تقل راسه عم بيكون دوبل وتريبل لانه عم بيوطي لقدام. العضلات مع الوقت الطويل ما فيها تضل حامله
وضعية معينة اللي هي الرأس لقدام أو طابب لقدام إلى آخره، راح يصير في عنده نوع من ديفورماسيون أو وجع، أو كمان راح يصير سيفوتيك، يعني عنده طابب لقدام، وممكن ما يصير عنده هالأمور، بس نحن عم نعتبر الوضعية اللي موجود فيها هي وضعية جدا غلط. أنا بناشد الكل وبقول لكل الأهالي ضروري إنه أطفالنا يلعبوا برات البيت، يعملوا رياضة، يعملوا أكتيفيتيز كل يوم كل يوم كل يوم إذا في إمكانية. أطفالنا لازم يعملوا ساعة رياضة بس كل صار في يوم. بيوت المشكلة حكيم إنه بيوت المدن وبيوت الساحل صحيح. صارت علب سردين، يمكن صحيح. نحن أولاد جبال معودين نبقى نلعب بالشوارع نمشي، كنا بصلح مع الطبيعة. حاليا بيوت المدن هي علب سردين، يعني وين الحدائق العامة اللي عملتها الدولة؟ وين إنه الولد إذا ما ندعيه إنه يلعب وين بده يلعب؟ إنه يعني عم نرجع نفوت بمشكلة كمان اللي هي إنه هو معك ما حق، عندنا بس إمكانيات المشكلة إنه وما ما في أمكنة. ما في أمكنة، ما في الدولة والبلديات منا مجهزة يمكن مناطق صحيح، أو مراكز أو أماكن لهالولد باستثناء أولاد الجبال اللي عنده بيت وفي جنينة حوله يلي ما قادر. عنده هالمشكلة. صحيح. إنما فينا نحن يكونوا مسجلين أولادهم بأنواع رياضة معينة. السباحة كتير مهمة كتير مهمة، إذا في إمكانية إنه يتسجل أولادنا يتسجلوا بمسابح يقدروا يتمرنوا على السباحة. الألعاب يلي هي ألعاب القوى أو اللي هي مثل التايكواندو الجودو الجامباز، كمان الباسكتبول فوتبول، هودي ألعاب ضرورية إنه أولادنا يكون عندهم تعلق فيها، لأنه مش بس بتحميهم إذا كانوا عم بيلعبوا على البلاي ستيشن ساعة بالنهار أو ساعتين، مع العلم إنه برأيي المفروض مش أكتر من 3/4 ساعة يقعد الولد بهالوضعية، والمفروض يقوم يتحرك ويعمل شوية رياضة، يعمل ستريتشنج، يحرك حاله، ما بعرف ينزل الدرج يطلع الدرج، يعمل حركة معينة ليشغل عضلاته. ما المفروض يضل العضل على وقت طويل بدون حركة وبوضعية غلط. كمان بالنسبة للعلاقة بين وزن الحقيبة وكيف بيقدر يتحملها الطفل أو الطالب، بيقدر يتحملها بحال كانت شوي الوزن زايد مثل ما هو موجود بكل المدارس بلبنان، بأنه نشجعه أنه يعمل رياضة على القليلة وقت اللي بيقوى وقت عصبه يعني بتقصد؟ 100%. وقت اللي بيعمل رياضة وبيقوى عضله بيقدر يتحمل أكتر وما بيكون في ضرر مباشر على العمود الفقري. في عندي سؤال هاته شخص كبير أكيد، إنه القعدة ورا المكتب كمان مثل الأولاد الصغار لازم كل ساعة واحد يقوم يمشي أو شيء أو أكيد ما المفروض يكون القعدة أكتر من ساعة، لأنه عندنا مشكلة الأشخاص اللي بيشتغلوا بشركات وبيشتغلوا كتير على الكمبيوتر أو حتى بحسابات إلى آخره، بينسوا حالهم، بيقعدوا 4 5 ساعات 6 ساعات مرات، ممكن يوصلوا لهالوقت. يعني بيجي لعنا أشخاص مرضى بيقولوا لنا عندنا وجع رقبة وجع ظهر، قد ايه بتقعد؟ بقعد من الساعة 8 للساعة 12 للساعة 1 على فرد قعدة، الشيء اللي هو كتير غلط. وكل شخص بيقعد على الكمبيوتر ينتبه على حاله انه بعد فترة ساعة ونص او ساعتين بتصير وضعيته كتير مقرب على شاشة الكمبيوتر، بيصير عم يشتغل بهالطريقة، يعني عم مثلها شوي، انتقل راسه بصير يعني لا شعوريا بيتقل مرتين. لا شعوريا بقرب لقدام. ضروري كل ساعة يقوم يعمل تمارين، يحرك حاله، يعمل تمارين لرقبته لظهره، يمشي شوي ولو 5 دقائق ويرجع على شغله. والسلولر مثل ما بفهم انه مبدئيا وقت واحد بده يحكي عليه مش ضروري يعمل هيك، بيقدر يجلس صحيح. حاله صحيح. ويستعمله. يقعد على الكرسي ويحط السلولر بوجهه تمام يشتغل عليه، وقت اللي بيتعبوا ايديه معناتها لازم يرتاح. انا دكتور صار في اسئله بعد ما ردينا عليها، انا بشكرك اول شيء على هاللقاء الحلو اللي افتتحنا فيه سلسله اللقاءات معك. اللي مايل في موضوع كنت حب احكي فيه ما صارنا وقت، بس بعدك بحلقه تانية رح نحكي فيه، لانه حضرتك يمكن الاول بلبنان
والمشهور انك بتعالج عن طريق الاحصنة، بتعالج المشاكل الالتواء وغيرها واللي بتخلق مع الشخص بالاحصنة. هذا موضوع بتصور بفيد كتير عالم وبينتظروه كتير عالم. بعدك رح نحكي فيه، نستضيفك بحلقة مقبلة إن شاء الله إذا الله راد. وأنا بشكرك على كل الإيضاحات اللي أعطيتنا إياها الليلة، وأنا بشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله نكون قدرنا جاوبنا على أكبر عدد من التساؤلات عند العالم، ونكون فينا حق الموضوع هذا. الله يخليك، شكرا لك. شكرا لك. نتوقف لحظات أعزائي المشاهدين ونرجع نتابع معكم.